بالنسبة للأحمدية يعني هي وحدتنا عالجت عدة قضايا على مستوى شلف بليدة، ونظن نظن تيارة كيف البليدة هنا، ونظن أول قضية اللي سجلتها تاع الأحمدية هي مجموعة البليدة، يعني مؤسسة الدرك الوطني هي اللي كانت سباقة لدقة ناقوس الخطر على الحركة هذه تاع الأحمدية. هذا احنا نعرفوا باللي الدستور كاين يحمي حرية المعتقد، ولكن ما يحميش حرية الطائفة، هذه ماهوش معتقدات، هذو الطوائف خارجة عن الحدود.